والآن إلى الشأن الإفريقي، حيث تجتمع اليوم الهيئة المكلفة بتعيين رئيس انتقالي لمالي يتولى إدارة البلاد في الأشهر المقبلة عقب إسقاط الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا. ويأتي اجتماع الهيئة التي شكلها المجلس العسكري الحاكم حاليا بالموازاة مع ضغوط تمارسها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من أجل المضي سريعا في تسمية رئيس يتولى السلطة لفترة انتقالية تستمر بضعة أشهر تمهد لعودة الحكم المدني. هذا وكان رئيس مفوضية المجموعة جون كلود قد قال إن المنظمة تابعت باهتمام كل المشاورات القائمة بين الفرقاء الماليين والمجلس الوطني لإنقاذ الشعب.